حلة فاضية واجيب عندي لتر اللبن ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل كده وهسيب ربع كوباية لبن معايا. شايفين الربع ده كمان حبة كده، ركزوا معايا في دي. بص كده يا أستاذي، شايف الربع ده؟ هجيب عليه معلقة النشا دي هنا. أنا بقول لكم كل حاجة من الأول أهي. أدي معلقة النشا، أدي واحدة، أدي اتنين، معلقة كبيرة. حلو الكلام؟ وهنزل عندي باللبن على النار وهسيب دي معلقة النشا على جنب. حلو الكلام لحد كده. وهاجي عندي هروح جايب عندي حبة رز منقوعين صغيرين جدا، يمكن غالبا أول مرة تشوفوني كاتب النهاردة في المقادير بالجرام، وده ما بيحصلش مني كتير، ولكن المقصود إن أنا مش بكمية الرز الكتير. على اللتر لبن اللي حاطه ده حط عندي حبة الرز دول. اه بسم الله، كمان حبة. خلاص حلو الكلام. عايز اخليه طعمه حلو ومختلف، هديله عندي فصين مستكة حلوين واسيبه على نار هادية يغلي غلوتين ثلاثة كده ويبدأ يخش في مرحلة تسوية. وبعد كده نحط عندنا بقى سكر الباودر، نحط عندنا القشطة واحدة واحدة. بس التركيبة زي ما حضراتكم شايفين بمنتهى البساطة. اه سيبه عندي يعيش حياته يا فندم. وعندي كمان في كيس فانيليا، كيس الفانيليا ده حضراتكم شايفين انا هبدا اشتغل بيه برضو. وعندي كمان سكر باودر اهو والنشا. ممكن نعمل حاجه حلوه، نحط كمان هنا الفانيليا على اللبن اللي باقي، ونحط كمان سكر البودره على اللبن برضو ندوبه اهو. ادي واحده، ادي اتنين، يبقى معلقه كبيره. واجيب عندي بقى الكوبايه الحلوه دي وابدا اقلبها تقليبه كويسه. اللي جواها ايه؟ جواها الفانيليا، جواها النشا، جواها بقيه اللبن، وحبه جوز الهند لو حابين، مش حابين يبقى زي ما احنا كده. بس انا كمان بقى عايز اديها كمان بالمره القشطه هنا، يبقى كله قدام حضراتكم بنفس الطريقه. انا عارف ان ست البيت بتعمل ده احسن مني 100 مره، خدوا بالكم. بص معلقه القشطه دي كده اهو، وابدا اقلب. يبقى عندي كوبايه الحبه دول فيهم النشا، فيهم السكر البودر بتاعي، فيهم عندي كمان جزء اسمها دي الفانيليا. اه اول ما اخد غلوتين ثلاثه من اللبن انزل بده عشان هيربط ويتطعم بقى ويدسم بيه القشطه. اه تمام تمام، نخليه هنا جنبنا عشان ما ننساهوش، ونقفل الرز بالاخر من غير. نجيب مغرفة نظيفة ونشوف أخبار. نرفع المضرب، بص المنظر عامل ازاي بقى، تعالى كده شوف القوام، شايف الرز بلبن؟ فهمني انت ولا معايا ولا بتصور ايه انت؟ اه واجيب عند البولة، بسم الله الرحمن الرحيم، واعمل كده. بص القشطة عاملة ازاي فيه، شوف كده. ريحة الفانيليا فيه عالية جدا. اه كده اهو، خدوا بالكم ده احلى من بتاع الشارع 100 مرة. في مستكة وفي قشطة وفي لبن وفي كريمة، وعايزين نحط فيه أي حاجة نفسنا فيها زي الفل، وحلة نعمل بيها يعني مولد رز بلبن، بس يتاكل أهم شيء. وإحنا زمان أصلا في بيوتنا كل الناس كلها يعني سامعاني عارفة ده كويس، كناش بنجيب رز بلبن من حتة، رز بلبن ده بنجيبه بنعمله في البيت، ونعمل الحله نوزع على العماره كلها وعلى الشارع كله. الرز بلبن ده لازم يخش التلاجه شويه يريح، وبعد ما يخش بسم الله يخش التلاجه يريح شويه هنشوف الحكايه. انا جاي لك حالا معاك. اه نسيبه شويه كده اهو، فاضل لسه عندنا صلصه الطماطم. بص المنظر عامل ازاي بعد ما يخش التلاجه شويه. بص كده شايف، بص امسك كده، امسك امسك نفسك. بص كده خلاص، كان في قدامي هنا ايوان حبه جوز الهند، البساط البيتي بتوعنا، وحتى بيقولوا نجيب مكسرات، قلت لهم لا انا عايز يكون بلدي كده بسيط من بتاع زمان الحلو ده، ابو ريحه حلوه ده، لا اي حد يخش يعمله وهو واقف في ساعه صفا وشكرا. هو والبليله وكل الحاجات بتاعتنا المصريه الجميله دي ما ينفعش ننساها يا جماعه، والله ما ينفعش ننساها ولا ينفع ان الواحد يعديها. ولما تعملي طبق في البيت ده معلش والله مش بتكلم، انا عمري ما اقعد اتكلم معاكم في التقشف والتوفتير والحاجات دي، لا كله بالهنا والشفا، بس الحاجه تبقى على مزاج،